كعديد المطارات الداخلية بالجزائر استأنفت بمطار الشيخ بوعمامة ببلدية مشرية ولاية النعامة الرحلات الجوية الداخلية إن انطلقت أول رحلة من المشرية نحو وهران وسط إجراءات صحية احترازية وقائية مشددة. التغطية كانت لمصطفى دحاوي. نستقبل اول برومي فول اللي جانا من وهران. كما تلاحظون ان هذا الاجراء يدخل في اطار قرارات الحكومه، وايضا نضيف الى ذلك ان الاخوه تاع الخطوط الجويه الجزائريه اتخذوا كل الاجراءات اللازمه. فتح الخط الرابط ما بين وهران ومشريه كاول خط ان شاء الله. البادرة قبلت باستحسان كبير من قبل المسافرين، وكما شفتوا جاوا معنا مقبلات المسافرين ما شاء الله. يوم مام دي كورسبوندونس جاوا من باريس البارح وتواصلوا معنا اليوم. ثاني نزيد نبشر المواطنين باللي كاين الرحلة نتاع العاصمة، يعني تستأنف الأسبوع هذا والأسبوع المقبل، يعني بالرحلات السبت والأحد والأربعاء. أنا طالب جامعي، اليوم رانا رايحين وهران إن شاء الله في طيارة. الحمد لله كيستأنفوا هذا البروتوكول هذه الرحلات، وراه كاين بروتوكول زعما ما شاء الله. الحمد لله نشكر السلطات اللي دارت هذه المبادره، اولا من دخلتنا من الخارج، وثانيا من دخلت دارت هذه الطياره تاع الداخليه.